تديروا وقف احتجاجي امام مقر مقاطعه مر السلطان، اشني اهم المطالب ديالكم في هذا اللي تطالبوا بها من خلال هذا الوقفه هذه؟ مادام لجانا لهذه الوقفه راه بين الوضع كيدير، راه صافي وقفنا. هذه الوقفه كنطالبوا في كنا كنطالبوا في الاول قبل ما هذه الوقفه كنا كنطالبوا ابسط الحوايج اللي هما الملاعب الرياضيه. هاد السيد هذا سد لنا واحد الملعب هنا اللي هو عبد المجيد صحيشه النيل، ساد لنا ولاد زيان قال لك نعطيه العصبه. هاد عبد المجيد صحيشه كنا كنلعبوا فيه حنا ووليداتنا والدراري الصغار، قال لك اودي كاين الاصلاح ما كاين الاصلاح، خرجنا ما كان لا اصلاح لا والو. الناس خدموا شهرين العمال مشاو في حالاتهم، ما كاين لا اصلاحات لا والو. دابا عندي فيديوهات كيوثقوا هاد الشيء بالنهار، وكل نهار كنمشيو كنوثقوا هاد الشيء. تيران ما فيه حتى شي عامل، تيران خاوي. اذا هاد السيد استغلنا ضحك علينا. دابا كنتفاجئ حضرت الدوره كيبين لهم داك الشيء اللي دار هو في الدوره، داك الشيء اللي بين دوك التصاور اللي بين لهم الفوق ماشي هما اللي على ارض الواقع. تيران حالته حاله، الخزانه حالتها حاله، وراهم الخزانه ديال لا مارتير ولا وراهم الصور ديال بوش نشوف حالته حاله. قسما بالله الا دوك التصاور اللي وراهم الفوق ما هما ارض الواقع. اذا الاغلاق تاع الملاعب هي اللي كان سبب في الانتفاضه ديالك. ولكن من دابا ما بقيناش غنهضروا غير على الملاعب، غنهضروا في جميع الميادين اللي ما هو اجتماعي بيئي صحي ثقافي، غنهضروا على كل شيء. حنا في الاول كنا كنطالبوا بالرياضه اللي هي ابسط حق عندنا، ابسط حاجه هي الرياضه، وسد لينا الملاعب. مع ذلك كيدير داك الشيء اللي في راسه، كيتاخذ قرارات ديالو انفراديه. سي محسن، واش بصح شي واحد من شي جهات هي اللي محركاكم باش ديروا وقفه ضد بودريق؟ لا لا، حنا ماشي ضد بودريق، حنا ضد المجلس. علاش؟ حيت حنا سمعنا شي حوايج ما عجباتناش. علاش؟ نبداو بملعب ولاد زيان. هذاك الملعب عندنا هيبه ملكيه، عطاها لنا سيدنا الله نصرو في 2007. كنتفاجئوا دابا بان الملعب بغى يعطينا العصبه. ملي دوينا معاك يقول الملعب ديالكم خذوه، انا ما عندي ما ندير به. قلت له حنا عطينا كتابي ماشي شفوي. كنتفاجئوا ملي نلعبوا ماتش هذه شي 4 ايام ولا 5 ايام لقينا التيران سادين علينا. علاش؟ هذا سؤال مطروح. علاش السيد الرئيس الله يجازيك بخير مازال كنعاودها لك، واش بغيتي نشوفوا معك شي حاجه خايبه؟ انت خونا وحبيبنا، ولكن في هذا الشيء نقدر ندير معك شي حاجه اللي ما تعجبكش. هذا الشيء اللي كاين. من بعد هذه الوقفه شنو ناويين ديروا باش تضغطوا؟ لا غادي نناضلوا النضال، نواصلوا النضال، حتى ناخذوا حقنا.